من قال هذا؟ نعم. إذن شرعت النوافل حتى تجبر النقص الذي يكون في الفرائض، هذا قول. ويضاف إليه أن المؤمن يريد الزيادة في الإيمان، الإيمان يزيد. نعم، معتقد على السنة والجماعة فتح الله عليك. كيف يزيد من الإيمان؟ يزيد بالطاعات، ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى النوافل، صح وغيره. هو هذا زيادة إيمان، زيادة. يا أخي هو نفسه جبر ذكر، هو درجات زيادة الإيمان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، هو نفسه هو زيادة الإيمان. نعم، هو قال هذا جبر النقص، إذا ما عندكم شيء زائد. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص ذكروا، إذا ما عندنا شيء. هي هذه زيادة الإيمان، تدخل فيها كل شيء. انتهينا. زيادة الإيمان وجبر النقص الذي يكون في الفرائض. طيب، السنة الفرائض ونوافل. قلنا النافلة عندنا إما مطلقة أو مقيدة. النوافل عندنا السنة الرواتب، سنن الرواتب. من يذكر لي السنن الرواتب؟ سميت السنن الرواتب بهذا الاسم لأنها مرتبة مع الفرائض. من يعرف السنن الرواتب؟ بسم الله ما شاء الله. ركعتين قبل الفجر، وركعتين أو أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. طيب، كم هذه؟ إما عشر أو اثنى عشر، أو عشر ركعات إذا اعتبرنا قبل الظهر ركعتين. طيب، هذه الرواتب كلها مثل بعض؟ لا، ركعتا الفجر تختلف عن بقية الرواتب في ماذا؟ في أمور، الله يفتح عليك. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا في حضر ولا في سفر. في الأجر ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا، هذا اللي تراه، وما فيها خير من هذا. لو قال لك نعطيك هذا ركعتا الفجر خير من هذا كله، لا تتركها أبدا. الثالث قراءة خاصة فتح الله عليك، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله، الله يفتح عليك. نعم، هذا التوحيد، يبدأ أول اليوم بإفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. قل يا أيها الكافرون توحيد، العبودية، وسورة الإخلاص، والربوبية والأسماء والصفات. نعم، إذن يبدأ بالتوحيد، وكذلك في ركعتين المغرب يختم النهار بالتوحيد قراءة خاصة. السنة في أن تخفف دون إخلال بالصلاة، السنة فيها كذلك أن يضجع على شقه الأيمن، هذا إذا كان في بيته، أما في المسجد لا، بدعة. مرة أخرى، خمس أشياء: قراءة خاصة، فضل خاص، تخفف دون إخلال في بيته، نعم، على شق الأيمن. أنا أخاف بعض الناس تقول تضجع الآن يعني إلى الظهر، الله أعلم. والخامس ما هو الخامس؟ من الأول
لا تترك في حضر ولا في سفر، مفهوم؟ طيب هذه السنة الرواتب، فتح الله عليك. بعد السنة الرواتب في العالة العلماء يذكر ماذا؟ فتح الله عليك الوتر سنة مؤكدة. أقل الوتر، اتق الله، أقل الوتر 3 ركعات، خطأ. أقل الوتر 3 ركعات، هذا أقل الكمال، أقل الكمال وأقل القليل ركع. قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر 1 ركعة وهو يقدر عليه فهو امرؤ سوء لا تقبل له شهادة، يعني فاسق. هذا قول أحمد: من ترك الوتر وهو يقدر عليه، يقدر عليه في الغالب يقدر عليه، فهو امرؤ سوء لا تقبل له شهادة. وقت صلاة الوتر، أقل الوتر 3 ركعات، أقل الكمال أقل القليل ركعة، أكثر الوتر 11 ركعة. متى وقت صلاة الوتر؟ من بعد العشاء إلى طلوع الفجر الصادق. إذا كان في سفر، إذا كان في سفر وصلى العشاء مع المغرب جمع تقديم، يصلي بعد العشاء مباشرة الوتر؟ نعم، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: دخل وقت العشاء في حق هذا لأنه مسافر، مفهوم؟ طيب، الصفات الواردة في صلاة الوتر: صلي ركعة. يا أخي أنا ما أريد أن تقول لهم صلوا ركعة، هذا إشكال عنده. يصلي 3 ركعات، إما أن يصلي 3 ركعات بتشهد واحد، يجلس في الثالثة دون أن يجلس بعد الثانية في نهاية الثانية، يعني لا يجعلها كالمغرب، 3 ركعات بتشهد واحد يجلس في الثالثة، أو يصلي 2 ركعات ويسلم ثم يقوم ويأتي بالثالثة، هذه 3 ركعات. 5 ركعات، يصلي 5 ركعات بتشهد واحد يجلس في الخامسة، 7 ركعات بتشهد واحد يجلس في السابعة، 9 ركعات يجلس في الثامنة ولا يسلم ويقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد. كم تشهد؟ 2 تشهدين إلى 9. 11 ركعة، ركعتين 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 ثم يوتر بركعة، مفهوم؟ هذه الصفات الواردة والله أعلم في صلاة الوتر. اجلس، فتح الله عليك. كم بقي؟ 5 دقائق. الله المستعان. إذن الله أعلم، نكتفي. نعم، 10، خلاص نعطيهم 10. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.